شهر رمضان هو المرض الكيلي آه، مرض الكيلي آه، عنده مسببات عديدة من الأهم ديالها هما مرض السكري مرض ارتفاع الضغط الدموي والمرضى اللي تي الحجر في الكيلي او الحس في الكيلي الوغ هاد الناس قبل من رمضان من الواجب ديالهم انهم يعيدوا الطبيب يشوف ياخذوا استشاره طبيه ويقوموا بالعديد من الفحوصات باش ناخذوا القرار ديال يصوم ولا لا قبل شهر رمضان بالنسبه للناس اللي عندهم قصور كلوي حاد وتشخيص باقي في المراحل الاوليه ديالو هذا اجمالا في العديد من الاحيان تنمنعوا الصيام باش نحافظوا على سيروره العلاج وسورتو سيروره التشخيص بالنسبه للناس اللي تعانوا من قصور كلوي مزمن فهذا تيبقى على حسب المراحل المرحله ديال القصور الكلوي المزمن او الكرونيك بالنسبه للناس اللي تعاني من مراحل من قصور الكلوي في المراحل الاوليه اللي باقيه الكلي تتقوم بالوظيفه ديالها على شكل مقبول آه هاد الناس يمكنهم لهم يصوموا ولكن يحترموا آه واحد المجموعه من الشروط من اهم من اهم هاد الشروط انهم يواظبوا على آه اخذ الدواء بواحد الطريقه منتظمه يعني المشكل الوحيد هو الناس اللي عندهم 3 آه بريز ولا ثلاثه ديال آه المرات تاخذوا فيها الدواء هادو ياخذوا آه في وجبه الافطار أربعة سوايع من بعد ياكلوا واحد الوجبه خفيفه يعني جينيرالمون لا كان عندهم ان ياخذوا ان وفي وجبه السحور بالنسبه للشروط الاخرى يعني نشوفوا الوجبات اجمالا الوجبه خصها تكون ناقصه من الملح نتفادى السكريات سورتو السكريات السريعه وحنا عارفين ان شهر رمضان غني بهاد بهاد لي غاتو تري آه... سوكري دونك نحاولوا نتفاداوهم آه... ناخذوا حيدا على الشهوة ديالنا ولكن من الاحسن ما من نكثروش من منها آه... شرب الماء بطريقه آه... رسميه ومنتظمه يعني على اقل تقدير يطر ونص آه... المواظبه على الحركه يعني الواحد يقوم ب... على اضعف الايمان بال... بالمشي لمده 30 دقيقه يوميا من الاحسن تكون مر وجبه الافطار ولكن ويت... يتفادى ل... يعني لو انتنس قبل وجبه الافطار ما نساوش ان مرض الكيلي خصو يتفادى اخذ الاعشاب والادويه اللي تضر بالوظيفه الكيلي ومن اهمها مضادات الالتهاب بالنسبه للناس اللي كيعانيو من مشكله السمنه فهذه فرصه خلال شهر رمضان انهم ينقصوا من الوزن ديالهم عن طريق شرب الماء بكثرة يقلعوا يعني يتفادوا بطريقه نهائيه اكل السكريات وكثرة يكثرو من الحركه بالنسبه ما نساوش الناس اللي تيدخنوا هادو اهم احسن فرصه باش يوقفوا التدخين اما الناس اللي ندوزوا للناس اللي تعانيوا من قصور كلوي المراحل الاخيره يعني اجمالا ما بين 30 35% ديال الكلاوي اللي الوظيفه الكلوى تتكون ما بين 30 35% حتى 40% هادو تنمنعوا عليهم الصيام هادشي كله باش نتفاداو الوصول السريع للمرحله النهائيه واللي تطلب ديك الساعه تصفيه او ما يعرف بالدياليز او زرع الكيلي ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات وتبقى وتبارطاجيو مع اصحابكم